لك شغله فعلا ترى صارت لي انا. تدري ايش اصعب شيء؟ اصعب شيء شوف ترى احنا قاعدين نسولف وران استكفى تبقى قاعد تفالي خلق انا قاعد امس. ها سلم سلم قاعد نسولف ترى. اسلم. اي تكفى شد. الله يقلع لي خير غير الموضوع. خير غير الموضوع يا رجال تكفى. يا الله محمود. خلاص عاد ورز خلاص. اسلم. بس اقول لك شغله والله. مثل المواقف هذه ترى هي من اكثر الاشياء اللي تقوي الشخص. لما النبي السلام النبي عليه الصلاه والسلام لما فقد ابوه قبل لا انه يتوفى قبل انه يولد وفقد امه وهم راجعين ودفنه هو جاري اللي عندهم شفت المواقف هذه يعني تذكرني في البيت اللي يقول قد هيئوك لامر لو فطنت له فربما بنفسك ان ترعى مع الامر مثل المواقف هذه ترى تشد الشخص ترى شفت المواقف هذه تجيك وانت صغير عشان ترى احنا انت قدامك بتواجه شغلات صعبه كثيره شغلات فيها تحتاج انك تكون فيها فعلا شجاع فالاشياء هذه تجيك وانت صغير تقوي قلبك تقويك ترى تقويك زي ما يقول صدوف الزمن واجد بتجيك اشياء واجد يمكن ما تدري يمكن بكره يعني هذه كلها اقدار بيد الله جل وعلا بكره مثلا انا اتكلم عن نفسي شخصيه مثلا ممكن بكره اكبر واتعلق مثلا بزوجتي اتزوج مثلا واتعلق فيها يجي موت ياخذها اشياء امر وارد صح ولا لكن لو ما كان عندي رصيد من الصدمات قبلها لو ما كان عندي رصيد من الصدمات ترى اصير تاثري جدا قوي يا اخي مو بحلو فكون انه وانا صغير جاني شيء من الصدمات الكثير ترى تقوي الشخص فعلا تقوي ترى تقوي بكره وهذا يعني انا اقول لك كلمه خوي ابو سالم هذا كلمه ترى الى الان رنانه في اذني على طريق